السلام عليكم. جامعة أورادية هي واحدة من أكثر الجامعات اللي إلها شعبية في رومانيا بسبب أنه هي جامعة متطورة، مكان تبعها حلو، وبنفس الوقت أسعار الدراسة فيها مقبولة وفيها كل التخصصات المشهورة مثل الطب والهندسة وغيرها. رح نحكي اليوم معلومات شاملة وسريعة عن جامعة أورادية، أهم الكليات والتخصصات الموجودة فيها، أسعار الدراسة، الأوراق المطلوبة للتسجيل، مواعيد التسجيل، وكثير معلومات تانية، فخليكم معنا للآخر. أنا المهندس غيث من مركز الخوارزمي، وهذا فيديو جامعة أورادية، فيلا نبلش. بلد رومانيا بشكل عام صارت وجهة مميزة للطلاب العرب للدراسة فيها، وهذا كلام خصوصي بآخر كم سنة، وهذا طبعا بسبب أن الجامعات اللي فيها اشتغلوا على حالهم وتطوروا كتير بالفترة الأخيرة، وخلينا نقول خصوصي آخر 10 سنوات. فيها كتير برامج للدراسة باللغة الإنجليزية، بالإضافة أنه فيها سنة تحضيرية للغة الرومانية كمان مميزة، في أنه الطالب يخلص من هالسنة ويبلش دراسة بعدها مباشرة، بالإضافة أنه مثل ما قلنا أسعار الدراسة فيها جدا مقبولة، وأخيرا كونها دولة أوروبية قوية وموجودة بدول الشنغن. طيب ننتقل للحديث عن الجامعة نفسها. جامعة أورادية تقع بمدينة أورادية، وهي بتعتبر جامعة حديثة نسبيا، فتأسست كجامعة عام 1990 بعد ما كانت عبارة عن معهدين علميين انضموا سوا وساووا جامعة كبيرة، وبيدرس بالجامعة حوالي 15,000 طالب، وفيها حوالي 1,000 عضو هيئة تدريسية بين دكتور ومعيد وغيره، وهي جامعة عامة بتعتبر تقريبا الجامعة رقم 14 على رومانيا بين أفضل الجامعات. أما عالميا فبتحتل الترتيب 1400 على أفضل الجامعات العالمية حسب موقع QS، واكيد في مواقع تانية بتصنفها اعلى من هيك، وفي مواقع تانية بتصنفها شوي اقل من هيك. والجامعة كونت علاقات مع 31 مؤسسة وجامعة برات رومانيا، بصير بيناتهم عمليات تعاون، تبادل خبرات، تبادل دكاترة ومدرسين، بالإضافة إلى انضمامها لبرنامج إيراسموس للتبادل الطلابي، يلي فيها بصير تبادل طلاب بين طلاب هالجامعة وطلاب تانين من جميع أنحاء أوروبا وأحياناً من كل دول العالم. فطالب بهالحالة عنده فرصة إنه يروح يدرس بفرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وجامعات كتير ممتازة بكل أنحاء العالم لو تم اختياره بهذا البرنامج. بتضم جامعة أورادية 15 كلية، واللي هن كلية الهندسة المعمارية والإنشاءات، كلية الاقتصاد، كلية الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، كلية هندسة الطاقة يلي هي فرع بتفرع من هندسة الميكانيك، كلية الإدارة الهندسية والتكنولوجية، كلية التاريخ والجغرافيا، هن اثنين بكلية واحدة، كلية العلوم القانونية، كلية الآداب، كلية الطب والصيدلة اللي محظوظين الاثنين كلية واحدة، عنا الموسيقى، اللاهوت، العلوم السياسية والاتصالات، كلية العلوم، كلية العلوم الاجتماعية، المنسوجات، وأخيرا كلية الفنون البصرية. تكاليف الدراسة بهالجامعة بتتراوح بين 2000 ل 6000 يورو، طبعا بيجي عندنا الطب البشري بالمرتبة الأولى ب 6000 يورو ويدرس فيها باللغة الإنجليزية بالإضافة للرومانية، أما بقية التخصصات فبتكلف أقل، مثلا مثل الهندسة بتكلف حوالي 3000 يورو فقط. والجامعة مثل ما قلنا بتحوي سنة تحضيرية مميزة بأساتذة رومانيين كتير محترفين بكلفة 2700 يورو فقط. طيب الجواب على أهم سؤال تقريبا بكل حلقة، هل جامعة أورادية معترف فيها؟ نعم، هي جامعة معترف فيها بكل البلدان الأوروبية بالإضافة لأمريكا وكندا، ومعترف فيها بأغلب البلدان العربية أهمها مصر والعراق وبعض البلدان الخليجية. أما بالنسبة للأوراق المطلوبة للتسجيل بجامعة أورادية فهي عنا أول شيء صورة شهادة ميلاد، صورة عن الشهادة الثانوية وكشف علامات لو كان موجود. 4 صورة جواز السفر الخاص بالطالب، لازم هذا الجواز انه يكون صالح لمدة 6 شهور على الاقل من تاريخ التقديم. و5 عنا صور شخصية، واخيرا صورة لكشف حساب بنكي خاص بالطالب او بحدا من والدينه. وهذا كشف الحساب لازم يكون فيه مبلغ 2500 يورو ل 3000 يورو تقريبا على الاقل، او ما يقابلها بالعملة المحلية، بالاضافة انه لازم يكون حساب نشيط شوي في عمليات سحب وايداع باخر 6 شهور او اخر 3 شهور على الاقل. و7 واخيرا شهادة خلو من الامراض، هالوراق هي الوراق المطلوبة للتقديم للجامعة والحصول على القبول الجامعي بالإضافة للفيزا، شوي من هاي الوراق للقبول والشوي الثانية أو البعض الثاني هي للفيزا. والطالب بيرسل لنا وراقه، نحن نقدمه للجامعة ونحصل له على القبول الجامعي، وبعدها بيحسن إنه يأخذ هذا القبول ويدفع على أساسه للجامعة قسط السنة الأولى أو قسط السنة التحضيرية لو كان فايت سنة تحضيرية، وبعد ما يدفع هذا القسط بيحسن إنه يقدم للفيزا يأخذها ويسافر على رومانيا إن شاء الله بفترة قصيرة. تقريبا هالإجراءات هي كاملة استغرق حوالي 2 شهر، ممكن 2.5 شهر على الأكثر، ولكن أكيد أنه الطالب بيلحق بداية العام الدراسي الجديد اللي هو بيكون بأول شهر 10
أو آخر شهر 9. ولكن مثل هالجامعة مثل بقية الجامعات الرومانية الجيدة، الأعداد فيها محدودة بالنسبة لطلاب الأجانب، فلازم أنه تستعجل بالتقديم. وأنا بنصح أنه خلال هذا الشهر شهر 5 لازم أنه تكون قدمت على الأكثر لتحصل على مقعد بهالجامعة الممتازة وتقدم بعدها وتدرس في رومانيا. وبس هذا هو كان فيديو اليوم. لا تنسى تدعمنا بلايك وتشترك بالقناة لو كنت مهتم بالدراسة بالخارج وبالمنح الدراسية. لو حابب تسجل بالجامعات الرومانية الحكومية أو الخاصة تواصل معنا على الرقم الموجود بصندوق الوصف. لو عندك أي سؤال أو استفسار إلي كمان فيك تتواصل معي عن طريق الواتساب، رقمي بتلاقيه تحت بالوصف. وبس بتمنى أنه تكونوا استفدتوا من هالحلقة. كان معكم غيث من خوارزمي الأكاديمي، خطوتك الأولى للدراسة بالخارج. سلام.